أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر بخير. طول ما مصر بخير إحنا كلنا بخير. تاني أيام عيد الفطر المبارك، العيد كانت ملامحه مختلفة نوعا ما، ولكن إن شاء الله مصر هتفضل دايما بيحكمها القانون، بيحكمها حقوق المواطنة. إن شاء الله مصر لن تخضع لأي وصايا خارجية، ونحتفل دائما بها في كل المناسبات. يمكن العيد السنة دي كان في ميادين بتحتفل، كان في ميادين بتهدد بالثأر. يمكن برضو في العيد السنة دي السياسة غلبت بشكل كبير على الخطب في المساجد. كان في حالة من الطوارئ لتأمين احتفالات العيد في الشوارع لاحظناها كلنا. كان في كمان لجان لضبط المتحرشين. في كل الأحوال أول أيام عيد الفطر مرت الحمد لله في هدوء، على عكس ما كان متوقع. كان في تخوفات من عرقلة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وده طبعا ناتج من اللي حصل وشفناه في شهر رمضان الكريم. كان في اشتباكات، كان في قطع طرق، قطعت صلتنا بالشهر الكريم بروحانياته بفاعلياته. فالحمد لله أول يوم عدى عقبال باقي الأيام، كل عام وأنتم أحرار. في الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الأخبار، خلينا نقولها سريعا مع بعض في بداية الحلقة وناخدها بعد كده بالتفصيل مع تعليق من المحللين ومن السياسيين للتعقيب على هذه الأخبار. طبعا الحديث اللي سائد في أي مكان ولا يعلو عليه أي صوت آخر هو اعتصام رابعة واعتصام النهضة، بعد تصريح الرئاسة بأن الوساطة مع الإخوان فشلت، وبعد تصريح رئاسة الوزراء بأن التعامل مع الاعتصامين لفضهم لا رجع فيه. يعني الأمور أصبحت وكأن الوقت اقترب من فض الاعتصامين، يعني أصبح عندنا شواهد. هل فعلا الوقت اقترب؟ ولكن الاعتصامين الحقيقة مختلفين عن أي اعتصامات في العالم، في مناخ من الترقب، في عالم بينتظر كيفية التعامل مع اعتصام رابعة واعتصام النهضة، اعتصامين بشكل مختلف في مصر. في أيضا تهديد من اعتصام رابعة بتقديم المزيد من الشهداء. الكل منتظر، ولكن هناك تصريحات دائمة خاصة باعتصام رابعة العدوية وباعتصام النهضة. أول تصريح هو من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بيأكد فيه أن الحكومة فقط بتعطي الفرصة الكاملة للاعتصامين للعمل بتروي لسماع العقل والإنصات له، وبيقول أنه لا تصالح مع العنف ولا يوجد أي تفاوض مع السلاح. وحذر أيضا رئيس الوزراء في تصريحاته بأن الأمور تكاد تقترب من اللحظات التي لا يتمناها أحد. على الجانب الآخر، في إصرار من اعتصام رابعة العدوية ومن اعتصام النهضة بمواصلة هذا الاعتصام. مش بس كده، الحقيقة أنه في مسيرات بتنطلق من 28 مسجد، و هذه المسيرات في اتجاهها لاعتصام رابعة العدوية ولاعتصام النهضة. طبعا المسيرات يعني هتسبب أكيد مشاكل في الشارع المصري، هو في غنى عنها، ربنا يستر منها، لأنه يعني حتى في أيام العيد أو أول يوم العيد كانت حرب الساحات مشتعلة ما بين الأهالي وما بين الإخوان، وده من غير مسيرات، فما بالكم إذا كان فيه مسيرات. تفاعلات الموقف الدولي طبعا واضحة ومتابعينها من فترة طويلة. الوفود بتأتي إلى مصر بكثرة من الولايات المتحدة الأمريكية، من أوروبا، تصريحات كثيرة خرجت من السياسيين اللي توفدوا على مصر في الفترة الأخيرة، ولكن كان أقواها السيناتور جون ماكين. تصريحاته الحقيقة في كتاب ومثقفين عندنا في مصر وصفوها بالتصريحات الوقحة، وفي أيضا من وصف هذه التصريحات بأنها تمثل جون ماكين فقط ولا تمثل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة دي يعني تصريحات خاصة بالمتحدث الإعلامي للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، اللي قال مش بس أن التصريحات دي تخصه، ولكن هي تصريحات لا تمثل رأي الحزب الجمهوري الذي يرى أن 30 يونيو هو إرادة شعبية كاملة من مصر. وأيضا ذكر أنه جون ماكين هو شخصية غير مؤثرة على الإطلاق وغير فعالة.
تفاعلات الموقف الدولي وصلت لأنه في مؤتمر صحفي النهاردة للرئيس الأمريكي باراك أوباما. الحقيقة ما قالش تصريحات جون ماكين، يعني أوباما شخصيا لم يجرؤ على قول ما قاله ماكين بأن ما يحدث ليس إرادة شعبية في مصر، بأن مصر داخلة على مذبحة وحروب أهلية إلى آخره من تصريحاته. ولكن أوباما النهاردة الحقيقة في جزء كبير خصصه وسيقوم بتصريحات جديدة خاصة بما حدث في 30 يونيو وتبعات 30 يونيو هتكون في هذا المؤتمر الصحفي، ويطالب أيضا بعملية شاملة تستوعب الجميع. أما ضيفنا وضيفكم اللي هيعقب على كل ما معنى من تصريحات وأيضا مشهد سياسي ووضع ميداني بنطالعه مع حضراتكم أول بأول من الميادين من الشارع المصري من خلال مراسلينا، هيكون معنا الأستاذ إيميل أمين الصحفي مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحوار حول ما يجري في مصر وكيفية التعامل مع الأحداث في ضوء التجارب الدولية، وأيضا رؤيته بما أنه يعني عاش في الغرب لفترة طويلة وتنقل بين الكثير من الدول وشاهد الكثير من الاعتصامات وكيفية التعامل معها، رؤيته لاعتصام ربع العدوية واعتصام النهضة وهذا المناخ من الترقب للاعتصامين ربع والنهضة، هذا الترقب العالمي، هل الولايات المتحدة كانت هتسمح بمثل هذا الاعتصام في واشنطن، ازاي كانت هتتعامل معاه، هل أوروبا كانت هتسمح بمثل هذا الاعتصام أيضا بين أروقتها بين شوارعها، أسئلة كتير هنطرحها على ضيفنا وضيفكم. خلينا نبدأ في تفاصيل الأخبار اللي معانا، وتصريح الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بأن الحكومة فقط تعطي فرصة للاعتصام للتعامل بالعقل للتروي وأيضا التصالح. الببلاوي أضاف أيضا أن الأمور تكاد تقترب من اللحظات التي لا أرجو أن نصل إليها، مؤكدا أنه لا تصالح مع العنف، وكذلك أكد أنه لا يجوز لأي دولة مهما كانت أن تتدخل في الشؤون المصرية، معتبرا أن إتاحة الفرصة للآخرين ليعرفوا الحقيقة لا تعني أبدا أن يفرض الآخر رأيه على مصر. مصر تمتلك إرادتها، مصر تمتلك قرارها، والشعب هو الذي يأمر وهو الضامن النهائي. الببلاوي أوضح أيضا أن الحكومة الحالية حكومة انتقالية في فترة قصيرة ولكن عليها عبء كبير جدا، الظرف دقيق. خلينا نسمع الكلمة من الدكتور حازم الببلاوي ونعود ونستكمل مع حضراتكم ما لدينا من أخبار. يا أنت بتقول على أسماك، طب ما أسماك دي مش بتنقل في طريق، إذا الطريق بيتقطع كل يوم إزاي؟ فأنا عايز أقول في جزء الأولاني إنه عودة الاستقرار، ولما أقول عودة الاستقرار مش معنى ذلك إنه يقعد ثلاث أيام مفيش حوادث هنا وهناك، إنما أهم من الاستقرار الإحساس بالاستقرار، إنك أنت عارف إن النهاردة هتخرج من البيت مش هيصادفك مكروه، لكن أيضا مطمئن إن ده هيحصل بكرة وبعده وبعده. يعني أي واحد النهاردة مفيش حاجة، لكن أنا لا يمكن اني عندي مصنع بدأ يتوقف اني اعيد اضخ فيه فلوس اذا كنت مش عارف طب بعد 15 يوم هيحصل ايه. فاول حاجة عودة الامن والشعور باستقرار الامن، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني انتم ما تنسوش انه في نوع من الصعوبة الاقتصادية رجعة للخلل اللي حصل في مشروعات كانت بتشتغل لغاية شهور قريبة توقفت، دي عايزة ايه؟ عايزة عودة الأمن والاستقرار والناس تطمئن، ده أنا ليه مصلحة شغالة، هذا اللي عايز يشغلها لازم يطمئن، لكن يمكن كمان محتاج لتمويل. أنا مؤكد لك أن البنوك ستكون على استعداد للتمويل تمويل. بس في أخبار أفضل. أيوة. في حديث عن مشروع لبناء مليون مسكن، مش هيتم في سنة إنما هنبدأ فيه مليون رقم مسكن. ده سبق لينا ده. وأنا في حديثي امبارح مع وزير الخارجية قلت له المشروع ده احنا هنعمله، بس انا اتمنى ان اشوف ان عملش التزام، انما ابدأ اكثر من الاهتمام. الشيخ عبدالله زايد مش للمليون، انما نسبة صغيرة كبيرة فاللي انا عايز اقول في مساهمة في حسن نية ان هذه البلد
فيها أمل، والعاقل يستثمر فيها اليوم علشان في المستقبل لعلنا ننتهز هذه الفرصة ونؤكد أن هذا الأمل ليس سرابا وإنما هو حقيقة. بس اللي أنا دايما أؤكد عليه، هذا لن يتحقق إلا بجهودنا وبعرقنا وبتحمل المسؤولية. والأمر الآخر اللي أنا بقوله دايما، إن ربنا خلق الكون كان يقدر يعمله بطريقة تانية، إنما خلقه تزرع أولا وتحصد لاحقا. الواحد اللي يقول عايز الثمر النهاردة واشتغل بعد شوية، لا، تشتغل الأول. طيب، في أمل وهذا الأمل ليس سرابا، ده كان من ضمن كلام رئيس الوزراء في هذا الحديث التلفزيوني تعقيبا على ما جاء في هذا الحوار. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي والأستاذ المؤرخ حلمي النمنم. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ حلمي. حضرتك في كتاباتك أشرت دائما إلى الاستقرار والأمن، أنه لازم تكون في أولويات الحكومة الموجودة حاليا. كذلك أشار رئيس الوزراء في حديثه الآن إلى تكليفه لوزارة الداخلية بضرورة عودة الأمن والاستقرار فورا إلى الشارع المصري، لأنه الأمن هو أول شيء في ملفات الحكومة حاليا. حضرتك شايف أنه مثل هذا التكليف إلى أي مدى ينفذ بشكل فعلي على الأرض؟ يعني هذا التكليف بينفذ في حدود المتاح إلى الآن، لكن لم ينفذ بشكل كامل. وأنا أتحدث عن الفوضى اللي موجودة في بعض المناطق، وأتحدث عما يسمى اعتصام رابعة واعتصام النهضة. والحقيقة هم تجاوزوا في حدود أو معنى كلمة الاعتصام، لأن احنا بنقول على الاعتصام لما يكون اعتصام سلمي، لكن حينما تحتل مجموعة منطقة أو حي بعينه أو ميدانا بعينه وتحوله إلى تخزين السلاح، فنحن هنا نتحدث عن حرب ولا نتحدث عن اعتصام سلمي ولا حتى عن كلمة اعتصام، لأنه مفهوم أو مصطلح الاعتصام هو بالضرورة يضمن أن يكون اعتصاما سلميا. اثنين، كلمة السيد رئيس الوزراء ينبغي أن تؤخذ كاملة وعلى بعضها، الكلمة عند جملة بعينها أو جزء واحد منها. رئيس الوزراء تحدث عن أنه الحكومة ملزمة بفض الاعتصام، وأنه هو فقط أن احنا بنعطي أو أنهم كحكومة بيعطونا فرصة للطرف الآخر أو لإخواننا اللي موجودين في رابعة والنهضة أنهم يستمعوا إلى صوت العقل ويجنبوا مصر ويجنبوا أنفسهم ويجنبوا الشرطة المصير، لا أحد يريده إذا تم فضه بالقوة، لأنه في كل الأحوال لو حدث فض بالقوة فإنه بالتأكيد يعني، ونتمنى أن ذلك لا يحدث، قد يسقط قتلى. والقتلى في كل الأحوال سواء كانوا من المعتصمين أو من رجال الأمن، هم في النهاية أبنائنا وإخواننا وأولادنا، وكلهم في النهاية مواطنون مصريون، كل حتى أمارة مصريا يقتل بيد المصري أيا كان الخلاف السياسي. اثنين، السيد رئيس الوزراء بيتحدث عن المستقبل ومستقبل الاستثمار، هناك فرص وامكانيات للاستثمار. انا فقط اريد ان اذكر جماعة الاخوان انهم حينما تم طبخ دستور 2012 وكان الدستور مليئا بالمعايب ومليئا بالكوارث، واظن ان الدستور محمد مرسي نفسه حين كان رئيسا اعترف بذلك، قالوا لنا قولوا نعم علشان العجلة تروح، وخرج الشيخ يوسف القرضاوي يقول لنا ان في 12 مليار دولار هيجوا من قطر، فبس قولوا نعم للدستور، وقلنا نعم للدستور ولم يأتي شيء. الواقع نحن الآن أنا شايف من زيارات العالم العربي والرغبة الأكيدة من إخواننا العرب للمساهمة في الاستثمار، إنه هذه الاعتصامات يعني بتعطل هذا الاستثمار وبتعطل التنمية. ويكفي إن احنا على الأقل في خلال الشهر الأخير مررنا بلا أزمات بنزين، مررنا بلا انقطاع كهرباء، شهر رمضان كاملا فات والحمد لله الكهرباء ما اتقطعتش علينا، ما عندناش طوابير بنزين، ما فيش طوابير سولار، ما فيش قتلى في البنزينات كما كان يحدث. واظن ان ده ممكن يكون مؤشر على ان احنا ايه اللي ممكن نعمله وامكانيات للنهوض في هذا البلد. طيب، توقعات حضرتك، يعني بما ان حضرتك بدات حديثك عن الاعتصامات، توقعات حضرتك لطريقه فض هذه الاعتصامات؟ يعني انا مش حابب اتدخل، لان ده في نهايه الامر شغل اجهزه الامن، شغل وزاره الداخليه، انا مش رجل امن في النهايه، لكن وزاره الداخليه مكلفه ان تنهي هذا الاعتصام وان تنهيه باقل قدر من الخسائر، واذا امكن انها تنهيه بلا خسائر فلا بد ان احنا سوف نرفع لهم القبعه. وانا اريد
أن أذكر الجميع، لأن أنا أخشى أن يكون الإخوان عاملين نوع الإخوان بارعون في الحروب النفسية والحروب الإعلامية ولجانهم الإلكترونية ما شاء الله. من الممكن أن هم يكونوا متعمدين يحولوا في حجم الخسائر المتوقعة والحديث عن 1000 شهيد وعن شهداء وعشرات الآلاف لتخويف رجال الأمن وتخويف الشعب المصري. أنا فقط أريد أن أذكر المصريين جميعا وأن أذكر وزارة الداخلية وأن أذكر كل مسؤول بالدولة. الكلام ده أنا قلته مرة سابقة لكن لابد أن ألح عليه. في أغسطس 1967 حدث في الجيزة في منطقة الدقي شيء شبيه بما يحدث في ربع الآن، حينما ذهب المشير عبد الحكيم عامر رحمه الله إلى بيته بيت الطحاوية وجمع إليه عدد من أهل بلدته من الصعيد وسلحهم تسليح قوي جدا، وكان عنده بعض الضباط اللي فصلوا من الخدمة بعد 67، وتحولت أزمة بيت الطحاوية إلى شيء أضعاف أضعاف ما حدث ما يحدث في النهضة وما يحدث. طبعا لابد من القول أن المشير عامر ما كانش هو رجالته ما عذبوش حد في هذه الاعتصامات أو في بيت الطحاوية، ما خطفوش حد ما قتلوش حد، ومع ذلك هذا الاعتصام اللي كانت كل العواصم العالميه وقتها بتقول ان ده اللي هيقضي على عبد الناصر وهيقضي على مصر ويدخل مصر في حرب اهليه والجيش ينقسم والشارع ينقسم، استطاع الرئيس عبد الناصر وعباس رضوان ان يفضه في ساعتين بلا نقطه دم واحده. بلا نقطه دم واحده، وتم القبض على المشير عبد الحكيم عامر وعلى كل رجاله، واستخرجت كميات ضخمه جدا جدا من الاسلحه الثقيله من الفيلا التي كان يقطنها او البيت الذي كان يقطنه. انا اتمنى ان شيئا مشابها يحدث. انا واثق ان اجهزه الامن قادره على ان تصد هذا الاعتصام باقل قدر ممكن من الخسائر. شكرا لحضرتك الكاتب والمؤرخ الاستاذ حلمي النمنم. الخبر الثاني خاص بالمسيرات، المسيرات تحت اسم دعم الشرعية، 28 مسيرة من مساجد مختلفة في أنحاء القاهرة، المسيرات بتتجه إلى ربع العدوية وإلى النهضة للانضمام إلى المعتصمين في الميدانين. الحقيقة أنه التحالف الوطني لدعم الشرعية هو اللي دعا لتنظيم هذه المسيرات اليوم بعد صلاة الجمعة، والشعب يريد عودة الشرعية هو عنوان هذه المسيرات المختلفة. المسيرات بتنطلق من مساجد صهيب الرومي بالشربية والتقوى بشبر الخيمة والقدس بالمرج ونور المحمدية بالمطرية والعزيز بالله بالزيتون والسلام بمدينة نصر والفتح بميدان الخلفاوي والحمد بالتجمع الخامس والمهدي بالسلام والمراغي بحلوان والريان بالمعادي وأبو بكر الصديق بدار السلام وعمر بن العاص بمصر القديمة والنور في العباسية والفتح في رمسيس والتوحيد بغمرة والاستقامة بالجيزة وأسد بن الفرات في الدقي وخاتم المرسلين في العمرانية وخالد بن الوليد في الكتكات ومصطفى محمود في المهندسين والمغفرة في المهندسين والصباح ومشاري والرحمة في الهرم والتوحيد في فيصل والحصري وراغب في 6 أكتوبر. يعني تقريبا ما فيش مكان في مصر مش خارجة منه المسيرة، عددهم 28 مسيرة. معانا دلوقتي للتعقيب على الخبر الأستاذ أحمد عبد الله الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ أحمد، المسيرات واضح انها كتيره، شوارع كلها هامه وحيويه في القاهره بتخرج من مساجدها هذه المسيرات، امنيا حضرتك شايف ان الوضع ممكن يكون ازاي في الساعات القليله القادمه؟ هو اكيد النهارده المسيرات بالفعل كتيره زي ما حضرتك قلتي، في النهارده حوالي 28 مسيره طالعه من مساجد من محافظتي القاهره والجيزه، وده دفع قوات الامن الى اعلان حاله الطوارئ بمديريتي امن القاهره والجيزه بالفعل. السيد محمد ابراهيم وزير الداخليه وجه على الفور بتشكيل فرق بحث من ضباط البحث الجنائي بالقاهره والجيزه للانتشار بمحيط تلك المسيرات، وكذلك الدفع بتشكيلات من الامن المركزي لضمان عدم وجود اي مناوشات او اشتباكات بين المشاركين في تلك المسيرات واهالي المناطق التي ستمر من خلالها تلك المسيرات. ذلك فضلا عن تكوين فرق ومجموعات قتاليه بقطاعات الامن المركزي تكون على هبه الاستعداد للتدخل وقت اللزوم. كما قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد من سياراتها
بالمحاور والشوارع الرئيسية للتدخل هي الأخرى في حالة حدوث الاشتباكات من خلال استخدام المياه للفصل بين الأطراف المتشابكة، بالإضافة إلى قيام مديرية أمن القاهرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية بنشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط مدينة نصر ومصر الجديدة، خاصة بمحيط منطقة رابعة للكشف عن السيارات المشتبه بها وضبط كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام. طيب أستاذ أحمد، الإعلان عن المسيرات يعني بيكون قبل انطلاقها بوقت قليل، هل ده يعني ليه أي علاقة بالوضع الأمني؟ الإعلان عنها من قبل جماعة الإخوان، الإعلان عن المسيرات يتم بالفعل الإعلان عن توجهاتها ومصادر انطلاقها بوقت قليل، وذلك خشية قيام أهالي تلك المناطق باعتراض تلك التسيرات، كما شهدت العديد من المحافظات خلال الفترة الماضية قيام أهالي تلك المحافظات بمحاولة منع المشاركين في تلك المسيرات من تسييرها احتجاجا عليها، وبالتالي فجماعة الإخوان المسلمين لجأت إلى تأخير الإعلان عن مناطق انطلاق تلك المسيرات لضمان عدم قيام الأهالي باعتراضها. هل بتتوقع أنه يعني عملية الإعلان عن المسيرات بوقت قليل قبل انطلاقها هتكون ممنهجة وهي المتبعة في الأيام القادمة؟ يعني مثلا في شهر رمضان كان قطع الطرق أو الاشتباكات قبل موعد الإفطار بساعة مثلا، أو في وقت متأخر جدا من الليل زي ما حصل مثلا في أحداث كثيرة في الشهر الكريم، هل ده أيضا أسلوب متبع في الأيام اللي جاية؟ ده كله طبعا كانت خطوات تصعيدية من جانب جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين في رابعة والنهضة لمحاولة ممارسة المزيد من الضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم التي أصبحت حاليا في مهب الريح تماما، ولكن هناك تأكيد من وزارة الداخلية بعدم السماح، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بعدم السماح للمشاركين في تلك المسيرات بمزيد من حالات قطع الطريق، حيث أن تلك الحالات سيتم مواجهتها بكل حسم، ومن هنا جاء نشر العديد من الأكمنة والأقوال الأمنية بمحيطي اعتصام مدينة نصر والنهضة لمواجهة تلك الحالات والحد منها على الفور من جانب، ومن جانب آخر منع أي اشتباكات بين المشاركين في تلك المسيرات والمواطنين حفاظا على حرمة الدم المصري، سواء من جانب المشاركين في تلك المسيرات أو من جانب أهالي المناطق التي يمرون من خلالها. شكرا ليك أستاذ أحمد عبد الله، المتخصص في الشؤون الأمنية من وكالة أنباء الشرق الأوسط. أوباما والمؤتمر الصحفي في البيت الأبيض جانب كبير من هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على ما يحدث في مصر، خاصة بعد تصريحات جون ماكين لما كان في مصر. في الحقيقة حملة دلوقتي من قبل السياسيين والمثقفين لجمع توقيعات ضد تصريحات جون ماكين ورفض هذه التصريحات بالكامل. الحزب الجمهوري في أمريكا قال إنه التصريحات دي بتمثله هو فقط، رؤية الحزب ورد فعله تجاه ما حدث في مصر مختلفة تماما عما ذكره من تصريحات. كذلك الحقيقة أنه الحزب ذكر أنه تصريحاته تعتبر بالنسبة للحزب الجمهوري تصريحات غامضة جدا، وأنه أخطأ كثيرا في البداية عندما ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية احتمال تقطع المعونة الأمريكية وهدد بالمعونة الأمريكية. وكان أسباب الحزب على لسان المتحدث الإعلامي الخاص بالحزب الجمهوري أسبابه في أنه جون ماكين أخطأ في أنه تحدث عن المعونة بهذا الشكل، أنه الأمريكيين اللي بيدفعوا الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية هم اللي بيتحملوا نفقات هذه الزيارة، وبالتالي هم الخاسرون أولا، وكان لابد من أن يعود لنا قبل أن يتحدث عن المعونة الأمريكية أو عن رد فعل الولايات المتحدة تجاه 30 يونيو، فبالتالي هو شخص غير مؤثر ولا يمثل إلا نفسه. ده الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية. المؤتمر الصحفي كمان مش بس هيتكلم عن تصريحات مكان، ولكن
احتمال نشوب عنف وقلق في مصر هي من أهم الأسئلة المطروحة في هذا المؤتمر الصحفي، وهذه التصريحات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولماذا تتوقع احتمال نشوب عنف، ولماذا هذا الموقف تجاه ما حدث من إرادة شعبية في الشارع المصري. للتعقيب على هذا المؤتمر وكذلك على تصريحات مكان، معنا على الهاتف السفير حسين هريدي. سعادة السفير صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. تعقيب حضرتك بداية على ما جاء على لسان جون ماكين. هو جون ماكين يا فندم الكلام اللي قاله في القاهرة ما كانش جديد، لأنه من حوالي 10 أيام هو قال أمام مجلس الشيوخ الأمريكي إن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطبق القانون الأمريكي الذي يقضي بمنع أو بوقف المساعدات لأي دول شهدت انقلابات. فالحديث اللي هو قاله في مصر لم يأتي بجديد من جانبه هو. بالنسبة للسناتور لينسي جراهام، هذا لينسي جراهام برضه في نفس اليوم الماكين قال فيه أمام مجلس الشيوخ إن الذي حدث في مصر هو انقلاب عسكري، قال إنه هم الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من قيام نظام راديكالي بين قوسين، ودي الكلمة اللي هو استخدمها، تخشى من قيام نظام راديكالي في مصر، وإنه من مصلحة أمريكا إن هي يعني تقيم تطورات الأمور في مصر من وجهة نظر أمن إسرائيل ومن وجهة نظر الحرب أو المعركة اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتشنها على الإرهاب. وقال كلمة في غاية الخطورة، قال إن مصر بتتجه إلى الفوضى. أيوة. وهو ده اللي أنا أرجو إنه إحنا في مصر يعني نحطه في حسباننا، إن أما واحد زي سيناتور لينسي جراهام عضو لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ يقول إن أنا بحذر من سقوط مصر في الفوضى، فده كلام في غاية الخطورة، وأنا أعتقد إن إحنا علينا في مصر هنا أن نأخذ في حسباننا إنه هذا الكلام لم يطلق من فراغ، وإنما هناك معلومات لديهم في واشنطن إن ممكن فعلا تشهد مصر أعمال عنف في حالة عدم الاستجابة أو عدم التجاوب مع مطالب قوى الإسلام السياسي في مصر. طيب سعادة السفير، التصريحات الأخيرة بقى لي أنه أثناء وجوده في مصر القائد العام للجيش الفريع عبد الفتاح السيسي لم يرحب باقتراحاتهم الخاصة بالإفراج عن القيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وأن الإخوان لا يريدون أو ليسوا مستعدين لنبذ العنف. تعقيب حضرتك. يعني هو حضرتك الجماعة القوى الإسلام السياسي بما فيهم جماعة الإخوان بيديروا معركة إعلامية في الخارج ضد الشعب المصري وضد ثورة 30 يونيو، وبيجدوا تأييد من بعض الدول وبعض الدوائر في هذه الدول، وتحديدا تركيا في مقدمة هذه الدول التي تؤلف ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإنما العواصم الأوروبية الكبرى على الحكومة الحالية في مصر، وكذلك دوائر في الولايات المتحدة الأمريكية، دوائر نافذة، دوائر رسمية لا داعي لذكرها، بتؤيد وبتعمل مع جماعة الإخوان. وأنا أعتقد أنه مسألة الاعتصامات في رابعة العدوية وفي بالإضافة أن هي ابتزاز وتروية للشعب المصري، إنما هي بتخدم من قبل دول زي تركيا ومن الدوائر الرسمية التي أشرت إليها لتحذير مصر ولا تحذير الحكومة ولا تخويف الحكومة المصرية من الاقتراب من جماعة الإخوان المسلمين. بمعنى آخر إن في علاقة مباشرة بين تكثيف هذه الاعتصامات وبين تكثيف التغطية الإعلامية الدولية لهذه الاعتصامات
وبين الكلام عن ان لازم يبقى في عمليه ديمقراطيه شامله تتسع لجميع القوى دون اقصاء لاي قوى سياسيه في مصر. لكن السؤال هنا يا فندم هي مصر، الم تشهد مصر ثوره كبيره يوم 30 يونيو؟ الم تنشب هذه الثوره ضد الحكم الاسلام السياسي في مصر؟ هي دي القضيه. القضيه مش اعتصام رابعه العدويه او 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 النهضه. القضيه ان يجب علينا ان نتحدث باسم هذه الثوره العظيمه، وانه من يريد ان يؤيد هذه الثوره فنحن نرحب به، ومن يعارض هذه الثوره احنا هنتخذ مواقف تجاهه على ضوء هذا. طب سعاده السفير اخيرا، يعني نفس الشخص كان لي حديث هام في 2011 تحديدا في شهر فبراير مع مجلة ألمانية، وقال فيها ديرتش بيجل تمام، قال فيها انه لا داعي لوجود جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة القادمة في مصر، لأنها المفروض انها مرحلة ديمقراطية وهم ابعد ما يكون عن الديمقراطية، وانهم جماعة متطرفة على حد قوله وتعبيره، خاصة فيما يخص المرأة. هو ذات الشخص، ولكن التصريحات مختلفة وفي توقيتات طبعا مختلفة. حضرتك يعني حضرتك طبعا لا يخفي على حضرتك انه جون ماكين وجون كيري وهيلاري كلينتون هو ده الثلاثي الامريكي اللي قدم لحكم الاسلام السياسي في مصر بعد رحيل الرئيس الاسبق حسني مبارك. وجون ماكين شخصيا زار مصر بعد 11 فبراير 2011 حوالي خمس مرات. خلال هذه الزيارات كان دائما ما بيجتمع مع قيادات الجماعه. وحصل منهم على ما يريده هو بالنسبه للسياسه الامريكيه ومصالح الولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط وفي مصر. وبناء على هذه التطمينات وهذه الضمانات التي قدمتها هذه الجماعه الى جون ماكين وجون كيري وهيلاري كلينتون، تم تسهيل وصول هذه الجماعه للحكم، وتم اقناع اداره اوباما ان هو يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تراهن على هذه الجماعه في على صعيد تامين المصالح الامريكيه والاسرائيليه في منطقه الشرق الاوسط. فجون ماكين ده هو صقر الصقور في الولايات المتحده الامريكيه، يمثل اقصى اليمين في الحزب الجمهوري واقصى اليمين في الكونجرس الامريكي. وانا شايف ان احنا علينا في مصر حضرتك الا نلتفت كثيرا الى تصريحاته او الى تصريحات المسؤولين. في احزاب سياسيه شايفه انه يعني نعم تصريحاته نعم لا تستحق نعم الرد، زي حزب نعم الوفد مثلا. بشكر حضرتك سعاده السفير حسين هريدي. ودلوقتي معانا على الهاتف السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأوروبية للحديث عن الاهتمام الأوروبي بما يجري في مصر وما حدث من تبعات لزيارة كاثرين أشتون المسؤولة السياسية عن الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، واللي أكدت أنه أوروبا مستمرة في تقديم المساعدة لمصر. سعادة السفير بنعتذر عن الإطالة على التليفون، ورأي حضرتك فيما جاء على لسان كاثرين أشتون. يا الاتحاد الأوروبي له علاقة قوية مع مصر، ومصر ربما تكون من أكبر المتلقين للمساعدات الأوروبية. الكلام ده كلام تاريخي يعني ليس جديدا. مصر كانت دولة رئيسية من الدول الشركاء مع الاتحاد الأوروبي في إطار المشاركة الأورو متوسطية التي انطلقت في 95، وقبل هذا بسنوات طويلة كانت مصر لها مكانتها واحترامها من المجموعة الأوروبية عبر الأجيال المختلفة من التكام عملية التكامل الأوروبي. وبالتالي الأوروبيون يدركون جيدا مكانة مصر المحورية في هذه المنطقة والتأثير المصري الذي يجاوز الحدود. السيدة أشتون عندما زارت مصر اختصتها الحكومة الانتقالية بالسماح لها بالالتقاء بالرئيس السابق الرئيس المعزول في محبسه. وبالتالي كان هذا في حد ذاته تكريما من الحكومة الانتقالية للاتحاد الأوروبي، وكان موضع تعليقات فيها قدر كبير من الاعتزاز من جانب دوائر كثيرة أوروبية.
وبالتالي بعد هذا أيضا المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط زار مصر والتقى مع ممثلين للحكومة الانتقالية وأيضا أجرى محادثات مع جماعة الإخوان المسلمين. أنا أظن أن الموقف الأوروبي كانت هذه إرهاصات، يعني الموقف الجديد الذي تأكد على لسان الأوروبيين من حيث استمرار الدعم الأوروبي لمصر والوعود التي كانت قد أعطيت بمبالغ إضافية كان إرهاصات، كانت إرهاصاته هي الترهيب الأوروبي بالمعاملة التي اختصت بها الحكومة الانتقالية للسيدة أشتون. أنا تقديري أن هذا أمر لا بأس به، ولكن أنا شخصيا عندي شيء من الانزعاج، ليس بما يخص أوروبا بالذات، المنظر إجمالا في قدر بصرف النظر عن تصريحات هنا أو هناك أو تعليق الأخ السفير حسين هديدي قبل لحظات على تصريحات جون ماكين السيناتور الأمريكاني يعني لم ينجح في تحقيق تطلعاته السياسية لأن يصبح رئيس أمريكا. إنما عندما أتحدث المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت ويقول إن الضغوط الأجنبية على مصر تجاوزت الأعراف الدولية، هذا كلام لم تقبل مصر ضغوطا في أي عهد من عهودها حتى في أيام حسني مبارك. موقف أمريكا وإسرائيل من الأنفاق في غزة معروف ومفهوم، ولكن كان حسني مبارك يتحايل على هذا الموقف بأن سمح بكارثة الأنفاق للسماح بتوصيل الدعم المصري لقطاع غزة المحاصر. شكرا لحضرتك سعادة السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية، وبنعتذر يمكن الصوت فيه مشاكل في نهاية الكلام، بنعتذر لحضراتكم وبشكر سعادة السفير مرة تانية. آخر خبر معانا، بما أنه سعادة السفير ختم بتصريحات الرئاسة والتصريحات التي تأتي على لسان المستشار الإعلامي للرئاسة أستاذ أحمد المسلماني، معانا التصريحات الأخيرة للخارجية أيضا بنختتم بها هذه الجولة اللي بتؤكد فيها أنها بتركز على شرح ونقل صورة الثورة الحقيقية للعالم الخارجي بالكامل وحشد التأييد السياسي والاقتصادي، وكذلك أكدت أنها لا تمانع على الإطلاق في استقبال الوفود طالما تم ذلك في إطار الاحترام المتبادل واحترام السيادة المصرية، وأن بطبيعة الحال القرار النهائي سواء فيما يتعلق بالشأن الخارجي أو بالشأن الداخلي في مصر هو في أيدي الحكومة المصرية دون سواها وتتخذه على أساس المصلحة الوطنية فقط. طبعا يعني تصريح زي ده كان مهم في هذه الفترة وفي هذا التوقيت تحديدا، لأنه طبعا الوفود التي زارت مصر في الفترة الأخيرة وهناك من التقى بالرئيس السابق أثارت الكثير من ردود الأفعال، هناك من رفض ما يحدث تماما لأن الرئيس السابق وقيادات جماعة الإخوان المسلمين جميعهم الآن غير موجودين تماما على الخريطة السياسية، لا يملكون القرار، فيعني كان في تساؤل بأي حق ولماذا كانت هذه المقابلات. في وفود طلبت المقابلة ولكنها في نفس الوقت رفضت لها هذه المقابلة وحسم هذا الأمر. فيعني هذه التصريحات في هذه الفترة هامة بشكل أو بآخر علشان الرأي العام. نبدأ مع حضراتكم بعد الفاصل حوارنا مع الأستاذ إيميل أمين، الحوار خاص بالعالم الخارجي ورؤية العالم الخارجي لما يحدث في مصر، إيه اللي هيحصل في الأيام الجاية، إيه اللي هيحصل في الساعات القليلة القادمة النهاردة في 28 مسيرة منطلقة من مساجد مختلفة من شرق وغرب القاهرة في شوارع القاهرة في تاني أيام عيد الفطر المبارك، اللي ممكن
يحصل. خلينا نقرأ المشهد بالكامل مع ضيفنا وضيفكم بعد الفاصل، خليكم معنا.